يعني بفهم من كلامك انه انت بيوت ما بدك، بس بدك مصاري مشان تنتج مسلسل. يا عيني عليك يا رزوق، هلا فهمت علي. مو بس هيك، اذا بدك تشاركني لانه القصه مربحه وبتمثل معنا كمان. مثل معك لك وقت وصلت دور شعلان علي صدقتها. بس المصاري اللي اعطاني اياهم ابوك الله يرحمه اعطاني اياهم برضاه، يعني هدول مصاريي وما حدا بياخذ منهم ولا نقله. اخي حلال عليك بلا هالمصاري خلص يعني، بس نحن مو كلنا لنا حصه بالبيوت، منبيعهم ومتقاسمهم. بدي مثل. قلت لي منبيعهم ومتقاسمهم؟ على شو عم تدور؟ عم دور على شغله بدي اوريك اياها. ليك شريف اقرا لي الورقه. رأى صوت عالي كمان. عقد بيع قطعي. نحن الموقعين بزيله الفريق الأول الاسم والشهرة عمر الحنبظلي الله يرحمه. الأب رزوق، الأم عند محمد وتل. لك شبك عم تطفي الكلام؟ اقرأ بشكل واضح وعلي صوتك. الفريق الثاني رزوق الحنبظلي. هذا أنت. كفي كفي سالم، شبك تلبكت؟ راب صوت واضح وعلي صوتها. ولي يعني ابي باعك كل املاكه؟ انت شو شايف؟ باعك. اجي شو؟ اجي. يا الاب. رح بيغلى عمتك.